الراديو 90-90 هواها مصر. خد عندك الأسانسيرات، الأسانسور، المصاعد، معلومات عنها. تعالوا نعرف معلومات عنها. في بالمناسبة في ناس يعني يقول لك أنا له هيموتوني ما أطلعش في الأسانسور أبدا. تاريخها إيه؟ عدد كبير من المصادر التاريخية بتعتبر أن أرشميدس هو مبتكر أول أسانسير في التاريخ، لأنه اخترع كابينة للركاب يتم جرها أو رفعها لفوق بمساعدة الإنسان أو الحيوان، يعني يربطوا الرفع في حيوان ويطلع يجري فالأسانسير ينزل أو يطلع يعني. أما المصعد أو المصعد الكهربائي بشكله المعروف حاليا، فاللي اخترعه وصممه اسمه أليشا أوتيس، كان بيشتغل في أحد المعامل في نيويورك، وكان شغله عبارة عن أنه بيتطلب رفع آلات كبيرة وتقيلة لأدوار عالية، وكان صعب عليه جدا الشغلانة دي لأن حالته الصحية كانت متدهورة يعني. ففكر أنه يعمل حل علشان ما يخسرش الوظيفة وفي نفس الوقت يؤدي العمل المطلوب منه من غير ما يتعب. فصمم أول مصعد في المعمل ده بالفعل، ولكن تم إيقاف هذا الرجل عن العمل في المعمل اللي كان موظف فيه بسبب الأحوال الاقتصادية المتدهورة، وكان لسه ما انتهاش يا ولدا من تصميم المصعد بالكامل. استلف أليشا أوتيس مبلغ وأسس أول معمل لتصنيع المصاعد، وبالفعل سنة 1853 قدم للبشرية أول أسانسير من اختراعه، وكان ب $300، ولكن محدش كان عايز يشتريه. ايه يا عم الحاجات المرعبة دي؟ لا محدش هيشتري الحاجات دي. أما سنة 1854 عرض أليشا أوتيس اختراعه في المعرض العالمي اللي كان بيقام وقتها في كريستال بالاس، وحاز على إعجاب وانبهار الحضور. واو، خصوصا لما طلع قدامهم لمسافة 40 قدم وطلب من أحد المساعدين أنه يقطع الحبل، وفضل المصعد موجود في مكانه من غير ما يقع. ومن هنا انتشرت الفكرة ووصلت للعالمية واتنفذت في كل بلاد العالم. وحاليا شركاته في شركات أليشا أوتيس لصناعة المصاعد الكهربائية موجودة في 200 دولة حول العالم. شركة أوتيس العالمية للمصاعد بتنقل كل 5 أيام في مصاعدها عدد قد سكان الكرة الأرضية بالكامل. المصاعد أو الأسانسيرات أمان أكتر بكتير من السلالم الكهربائية، تحديدا أكتر أمان، قالوا أكتر أمان من السلم الكهرباء بعشرين مرة. أعلى ارتفاع ممكن يطلعه المصعد أو الأسانسير هو 17,000 قدم فقط، يعني تقريبا 5,000 متر و181 سنتيمتر، وده لأسباب فيزيائية لأن وزن المصعد بيقل جدا كل ما يرتفع لفوق، وبينقطع الأحبال اللي بترفعه المسكاة يعني. ولو وصل لمسافة 32,000 قدم يعني حوالي 9,000 متر و753 سنتيمتر هتتقطع. لكن في شركة يابانية بتصمم حاليا أسانسيرات ممكن بقى ترتفع لمسافة 96,000 كيلومتر عن سطح الأرض بدون مشاكل، وهتطرح في الأسواق سنة 2050. في شركة يابانية تانية كمان قدرت تطور نظام التعرف بالصوت، يعني لما تدخل الأسانسير تقول له اسم الدور، وده موجود فعلا، اللي عايز تطلعه الأسانسير ينفذ طلبك فورا، وده طبعا سهل على المسنين ومستخدمي الكراسي المتحركة واللي مش هيقدر يوصل للزرار ان هو يقول الدور بتاعه. ناس كتير فاكرين ان المرايات الموجودة في الأسانسيرات معمولة علشان سيادتك تقف تتصور سيلفي فيها. لا 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 لا، المرايات الموجودة في الأسانسيرات ليها 3 تفسيرات. التفسير الأول علشان ما يجيلكش الفوبيا من الأماكن المغلقة وتحس ان المكان ضيق، فالمرايات بتوسع المكان. السبب الثاني ان المراية محطوطة امان للشخص بحيث انك تقدر تشوف اي حد واقف وراك، لو عايز يعمل حركة كده يقتلك ولا يسرقك ولا يعمل حاجة انت شايف الناس اللي وراك كلهم في المراية. ولكن في تفسير ثالث كمان بيقول ان المراية اتحطت في الاسانسيرات لاول مرة في اليابان لمساعدة الاشخاص متحدي الإعاقة ومستخدمي الكراسي المتحركة في الدخول والخروج من الأسانسير بسهولة، يعني عشان يقدروا يشوفوا اللي وراهم وهم داخلين أو هم خارجين. في خدعة ممكن تعملها لو عايز الأسانسير يطلع بيك على طول على الدور بتاعك من غير ما يقف في أي أدوار تانية طالع فيها الأسانسير. يلا العمارات تشتغل النهاردة، بس ده لو الأسانسير بيقفل أوتوماتيك، مش بباب عادي بيتقفل ويفتح بالإيد يعني. أول ما تركب الأسانسير دوس على الزرار اللي بيقفل الباب وتسجل الدور اللي عايز تطلعه فورا، وتفضل دايس على الزرار اللي بيقفل الباب طول ما أنت طالع. يبقى هتدوس على زرار قفل الباب وزرار الدور اللي عايز تطلعه، وتخلي ايدك دايسه على الزرار اللي بيقفل الباب، مش هيقف ولا دور غير الدور اللي انت طالع عليه. يخرب بيت الشر، وبكده الاسانسير مش هيقف في اي دور لحد ما سيادتك توصل بالسلامه للدور بتاعك. اغرب الاسانسيرات الموجوده في العالم، في مصعد اسمه اكوا دوم، وده موجود في برلين بالمانيا، وهو اسانسير شفاف في وسط حوض ميه فيه اكتر من 1500 نوع سمك. في مصعد تاني اسمه مصعد سفينه واحد البحار، موجود في اكبر سفينه سياحيه في العالم،
اسانسير شفاف، وفي في الاسانسير بار لتقديم المشروبات للناس اللي راكبين الاسانسير، لانه قالك بياخد يجي 8 دقايق كده علشان يتنقل من دور للتاني. المصعد المائل، وده موجود في لاس فيجاس، عامل زي الزحليقه، المسار بتاعه معمول على شكل هرم مستوحى من الحضاره الفرعونيه، وبينقل الركاب بزاويه مايله 39 درجه. مصعد اخر اسمه مصعد متحف فيكتوريا، وده بيعتبر من اقدم المصاعد الكهربائيه في العالم، موجود في متحف فيكتوريا بالفعل في امريكا الشماليه، وتصميمه شبه قفص العصافير. مصعد مبنى اريكسون جلوب، وده موجود في ستوكهولم، وبيعتبر اكبر مبنى نصف كروي في العالم. وعلى الجانب الخارجي للمبنى النصف كروي ده في مصعد زجاجي بيوفر للركاب رحله مدتها 20 دقيقه، تقولش تليفريك يعني، هو لا اسانسير برحله 20 دقيقه على طول المبنى. مصعد مبنى أوميدا، وده موجود في أوساكا باليابان، وبيعتبر من أضخم الأسانسيرات في العالم، بيشيل كام بني آدم؟ بيشيل 80 شخص في الحمولة الواحدة. كده خلاص ناخد عندك عن الأسانسيرات، ورب تكونوا مستمتعين بالمعلومات العجيبة اللي احنا بنجيبها لكم. خد عندك.